مع كلمة الجمهورية اللبنانية يلقيها سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي لبنان، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أنبيائي ورسل الله أجمعين، وعلى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، صاحب الرعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الحبيبة والشقيقة، معالي وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، شاكرين لك هذه الدعوة الكريمة لحضور المؤتمر الدولي تحت عنوان فقه بناء الدول رؤية فقهية عصرية، فشكرا لك على هذا اللقاء الجامع من أجل تأصيل المنهج الإسلامي في بناء واستنهاض دولنا الوطنية التي تتهددها الأخطار. أيها السيدات والسادة، أصحاب المعالي، أصحاب السماحة، أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، الحضور الأكارم، إن اجتماع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذا العام يتصدره موضوع شديد الأهمية، وهو موضوع بناء الدولة، والمعني بذلك بالطبع الدولة العربية والإسلامية، وبالطبع أيضاً فإن مؤتمرنا ليس مؤتمراً للعلوم السياسية، ولذلك فالمقصود كيف نستطيع نحن أهل العلم والدين ومن موقعنا الإسهام في بناء دولة النمو والنهوض ودولة الاستقرار والإدارة الرشيدة للشأن العام. من أين تأتي مسؤوليتنا في ذلك وعن ذلك؟ وبالطبع ليس لوجود اندماج أو انفصال بين الدين والدولة، بل لأن مهماتنا الدينية تقتضينا دعم الأمن والأمان والاستقرار وتحسين عيش الناس والاهتمام بالمساواة والعدالة، ولا طريق لذلك غير الدولة الوطنية القائمة التي التزمت الدستور وإرادة المواطنين
والخيارات الكبرى للأمة. ففي سورة قريش حديث عن الإيلاف الذي أطعم قريشاً من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن والكفاية اللذان يؤمنهما كيان الإيلاف والائتلاف ضروريان للبقاء الاجتماعي والإنجاز السياسي. وهذا هو منطق كتاب المدينة أو عهدها الذي أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى يثرب التي سماها القرآن الكريم المدينة، وأعلن عليه الصلاة والسلام أنه بصدد إقامة أمة من دون الناس ترعى شؤون الأمن والعدالة وتحسين حياة الناس. وهذه الشؤون صارت بمقتضى التعاقد واجب كل المواطنين المشاركين في الكيان الجديد. في تقسيم العمل بين فئات المواطنين تقع على عاتقنا نحن أهل العلم والدين في الأصل أربع مهام: القيام على وحدة العقيدة والعبادة والتعليم الديني والفتوى والإرشاد العام. والحق أنه في كل هذه المهام وبسبب ظروف الحداثة والعولمة وظهور الأصوليات والصحويات والقصور في النشاط والخبرة، ما استطعنا القيام بهذه المهام على الوجه الأكمل. ولأضرب مثلين: مثل الصحويات التي فاقمت من ظواهر التسييس دون أن نتمكن من تحقيق انضباط إزاءها، يخدم وحدة الدين واستقرار الأمة والدولة. والمثل الآخر: الإرشاد العام، فمنذ زمن ما عدنا منفردين في الإرشاد والتوجيه في المجال العام، بل كثرت مشروعات القوى ووسائل الاتصال والفضائيات وتوجهاتها، وفيها من الغرائب وإمكانات التشويش والتفرقة ما لا يستهان به. وقد حال ذلك دون بقاء الدين على إجماعاته وجوامعه وأعرافه المستقرة كما يقول المواردي. في ستينيات القرن التاسع عشر، وعندما كان الوزير الأول بتونس خير الدين يحاول إقناع العلماء بالمشاركة في كتابة الدستور، قالوا له: هذا شأن سياسي ولا علاقة لنا به. فأقر خير الدين لهم بذلك، لكنه استدرك بيد أن ركن الدنيا والدولة مهم جدا، وإذا طرأ عليه الاختلال فسرعان ما ينال الاختلال من الركن الديني. ولذلك
ومن هذين الوجهين تأتي مسؤولياتنا في الإسهام بالبناء السياسي والعام. الوجه الأول أن الصحويات التي ترفع شعارات دينية ترمي للدخول في بطن الدولة أخلت في الوقت نفسه ببقاء الدين على أعرافه المستقرة ونازعت الدولة في إدارة الشأن العام. والوجه الثاني مسؤولياتنا في التعليم والفتوى والإرشاد العام، وهي شؤون ومسائل حساسة تثير القلق في سائر جوانب الحياة الدينية والسياسية إن لم يسدها التعقل والانضباط والاستنارة وإدراك المصالح الأساسية للأمة والدولة. وهكذا أيها السيدات والسادة، فإن الاضطراب الذي داخل مهامنا الأربع يضع على عواتقنا مسؤوليات مباشرة في استعادة الزمام في المجال الديني لكي لا تؤتى الدولة الوطنية من قبلنا كما حصل بالفعل في العقدين الأخيرين. أما الوجه الثالث لمسؤوليات أهل العلم والدين فتمثل في نشر ثقافة العدالة والمساواة والاعتدال، وهي جميعاً واقعة تحت واجبات الدولة وتكليفاتها. ما البديل عن هذه الثقافة الضرورية؟ البديل هو ما نراه من انتشار ثقافة أو ممارسات الميليشيات العنيفة والإرهابية، وبعضها نتاج داخلي وبعضها الآخر استهدافات من الخارج الإقليمي والدولي. تحولت الميليشيات العنيفة والإرهابية إلى أزرع وأدوات لها، فأوقعت أضرارا فادحة بالأمة والدولة الوطنية وسلامة الدين وسلام العالم. لقد جمعت واجبات الوقاية والمبادرة في ثلاث مقولات: مقولة استعادة السكينة في الدين، ومقولة استعادة ثقافة الدولة الوطنية القوية والقادرة، ومقولة تصحيح العلاقات بالعالم. ولو شئنا الدقة فإن محور هذه المقولات أو الوحدات يتمثل في تجديد تجربة الدولة الوطنية في مجالنا العربي والإسلامي، فالدولة هي التي تسوس الدنيا بحسن إدارة الشأن العام، والدولة هي التي تحرس الدين فيبقى على إجماعاته وأعرافه المستقرة، والدولة هي التي تنظم علاقاتنا بالعالم والمجتمع الدولي دولاً ومنظمات ونظاماً عالمياً. ولذلك قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فيما يروى عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أيها السيدات والسادة، ينعقد هذا المؤتمر بعد الحج وفي ذكرى الهجرة، والحج يجمع المسلمين من سائر أنحاء العالم
ليشهدوا منافع لهم كما جاء في القرآن الكريم، وهو اجتماع يشهد لوحدة الدين ووحدة العقيدة والعبادة. أما الهجرة ففيها درسان: درس ضرورة النضال من أجل إظهار الحق، وضرورة إقامة الدولة التي تجمع ولا تفرق، وتصون ولا تبدد، وتشد أزر الصديق وترد كيد العدو. فليكن مؤتمرنا عملا نضاليا من أجل التوحد من حول الدولة الوطنية القوية القادرة التي تؤمن بالمجتمع وتحقق الاستقرار والرخاء، وتنشر بالتعاون مع أهل العلم والدين ثقافة التسامح والاعتدال والأخوة الإنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.